معانا الاخت ياسمين من مصر. استاذه ياسمين تفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. كان فضيله الشيخ تسمحك؟ اتفضلي. السلام عليكم. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ السلام عليكم. الله يحفظكم يا رب. ربنا يزيدك من علم يا رب ومن فضله ويديك الصحه. انت حد، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اكرمكم الله واذرنا الله، اذرنا الله تعالى واياكم في ظله يوم لا ظل الا ظله، وسائر من يقول امين من المسلمين الى ان تقوم الساعه. يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. فضيله الشيخ، بمناسبه موضوع الحلقه، انا يعني مش عايزه اقول للاسف، انا ما بحبش اشوف فعلا حاجه غلط، يعني حتى ممكن حاجة سلبية ألاقيها، زي مثلا في مكان عام برة في مول أو حاجة، في التايلت مثلا حد فتح حنفية المية وسايبها وبيتفكر بقى هي إن هي تشمر عشان تتوضى ومش عارفة إيه، أو ما أنا أقفل لها الحنفية مثلا يعني، تمام؟ أقول لها حرام دي يعني مية هدر. ده مثال يعني. أنا فعلا كده لما بشوف حاجة ما بعرفش أسكت عليها، يعني ممكن حد يقول لي طب أنت شغلة بالك ليه؟ إيه اللي مضايقك يعني؟ تمام. فأنا طيب. فعلا بشوف سلبيات كتير ومش بعرف أسكت عليها، وربنا بقى يؤجرني خير على، بس ده بيبقى شعور من جوايا يعني إن شاء الله. طيب. مش عشان إن أنا. طب السؤال يا أختي ياسمين، السؤال بقى هي حاجة من جوايا. بص حضرتك، يعني أنا عندي إحساس إن أنا حابة لقاء ربنا جدا جدا، يعني الدنيا مش شغلاني خالص باللي فيها كده، كل حاجة مش نفسي في حاجة، يعني مش نفسي في حاجة أروحها أعملها، لا، وحابة لقاء ربنا جدا، وأتمنى أقول يا رب يعني عجل في عمري. هل ده غلط؟ يعني عجل في عمري إن أنا أجيلك، أو يعني مع العلم عشان أكون أمينة وواضحة، إني يعني عادي الحجاب بتاعي عادي جدا، عادي سوري يعني، أنا أسفة بحط ميك اب كده، مش ملتزمة قوي عشان أكون برضو صريحة مع حضرتك، بس يعني مش زهدة الدنيا خالص. هل ده غلط؟ يعني ربنا مثلا يحسبني على كده ولا إيه؟ عشان ده حاجة مروداني على طول، أنا بقالي 3 سنوات يمكن بالوضع ده، أو 3-4 سنين كده يعني. تمام، خلاص عايزة أسمع حضرتك. طيب يعني. خليكي معنا يا أختي ياسمين عشان الشيخ لو عايز منك تعقيب أو سؤال. تمام مولانا. الأخت ياسمين بتتكلم على مسألة، يعني طبعا هي بتحاول انها دايما يعني لا تسكت على شيء خطا بتراه، بس الناس بيقولوا لها مثلا والله يعني خليكي في نفسك، او يعني انت مالك بهذه الامور. فاحيانا يعني الانسان بيبقى عايز ان هو مولانا يعني ينهي عن الباطل، عن المنكر مثلا، بس بيخشى من كلام الناس، او يخشى مثلا من التريقه او كلام من ده. ماذا يفعل الانسان؟ اولا اللهم صل على سيدنا محمد، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من اختنا الكريمه وسائر المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها صالح أعمالهم. آمين يا رب. أن يبدل سيئاتهم حسنات منا منه وكرما وفضلا. هذه واحدة. آمين. الثانية، أدعو الله سبحانه وتعالى لها بأن يثبتها على هذا الخلق، على إنكار المنكر، وعلى يعني النهي عن الإيه، النهي عن الباطل، والنهي عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذه مهمة المسلم في الحياة، مهمة المسلم يعني يصلح نفسه ويكمل غيره، كما جاء في بعض الحكم: أصلح نفسك وادعو غيرك، أصلح نفسك وادعو غيرك. وقلنا منذ قليل في الآيات لقمان ربى ابنه على الفضيلة، على التوحيد والتقرير لله سبحانه وتعالى والبر بالوالدين، وعلى تنمية ملكة المراقبة واستشعار رقابة الله عز وجل عليه، وبعدين أمر بالصلاة التي بها تزكو النفس، وبعدين قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. في هذه الجزئية إجابة سؤال أختنا الكريمة ياسمين، إنها لما تنهى عن هذا الفساد عن هدر المياه دي نعمة، والحديث يقول يعني عفوا دي نعمة من نعم الله، وما يقول المولى عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبالتالي ده نعمة تحافظ عليها، ونتعاون على البر والتقوى في هذا. فإذا جبهت، إذا جبهت معايا خطر، أي نعم، معنا أختنا اسمعنا على الخط، فإذا جبهت ووجهت بأنه خليك في حالك، هذا يعني هذا ذنب عظيم. جاء في بعض الأثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعظم الذنوب أن يقال المرء اتق الله، أن يقال المرء اتق الله فيقول عليك نفسك، من أعظم الذنوب
ولذلك يقول تعالى في سورة البقرة، ودي برضو مظهر مظاهر المصيبة في الدين، إن الإنسان يترفع عن قبول النصيحة. ولذلك يقول تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير. النقطة الثالثة أو الرابعة بعد ذلك: زهد اختنا في الدنيا. الزهد في الدنيا لا بأس به، لا بأس به، والحديث الصحيح: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالزهد في الدنيا يعني عفوا والطمع في الآخرة، لكن لا يعني ذلك أن ننسى نصيبنا من الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى قال في القصص: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا ممر. لولا الآخرة، لولا الدنيا، أين نزرع؟ أين نزرع؟ ونحن هنا في عرض الترانزيت. النقطة الرابعة والخامسة بعد ذلك: محبتنا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله تعالى أن يبادلها حبا بحب، أن يبادلها حبا بحب، وسائر المسلمين. أدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة لكل مسلم مسلمة، وأوصي بهذه الدعوة في كل وقت وفي كل حين: اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. لكن لا يعني محبة الله سبحانه وتعالى استعجال الموت أو تمني الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تمني الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنن أحدكم موت الدر نزل به، فلعله يعني إيه مستعطف، لعله يعني إيه طائعا فيزداد، أو مزدما فيستغفر. معنى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنن أحدكم موت الدر نزل به، فلعله يعني محسنا، نفس الحديث، فلعله محسنا فيزداد. محسن فيزداد. والحديث يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يعني محبة الله تمني الموت. ولذلك يعني ورد في القرآن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام تمنى الموت على مرضات الله، تمنى الموت مسلما فقط، لكن لا يستعجل الموت. ولذلك يقول في الدعاء المأثور عنه في سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى تعدل أختنا الكريمة أختي ياسمين، تعدل رغبتها ومحبتها الله سبحانه وتعالى، في أن محبتها الله تتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يتوفاها، وهو راض عنها، وهو راض عنها. وبعدين الأجل محددة، الأجل محددة، والنص يقول تعالى فيه: إذا جاء أجلهم لا يستقلون ساعة ولا يستقدمون. مش بكيف أرحل ولا بكيف آتي إلى هنا، يعني دي من الأمور اللي إحنا فيها، نحن فيها مسيرون لا مخير، لا بكيف أتيت ولا بكيف أذهب. يعني لو، ولذلك اللي بينتحروا بيتعجلوا الموت لا يمكن أبدا يموتوا قبل نفاذ أجلهم. الحديث يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والنص يقول تعالى أيضا في آل عمران: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. الموت بإذن، محتاج إذن، اللي ما قالوش الإذن لا يمكن أن يموت. فتعدل أختنا رغبتها وتستمر وتقوي محبتها الله سبحانه وتعالى بعمل ما يحب الله من التقوى ومن الإقساط ومن أعمال البر ومن أداء الصلاة على وقتها، كما في الحديث لما سئل النبي أي العمل أحب الله قال الصلاة على وقتها، إلى آخر هذه المعنى. نعم، جزاك الله خير. هل هناك جوانب أخرى في السؤال؟ لا، جزاك الله خير مولانا، هذا الجواب كافي إن شاء الله. طيب اسمح لي أذكر بس حديث واحد فقط مهم جدا عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: كان رجل قتل منا بأوطاس. رجل قتل منا بأوطاس. الحديث ده مهم جدا إضافة الحديث الآخر، عشان هناك أناس كثيرون، هناك أناس كثر يسكتون عن الحق ويسكتون على الباطل بفهم آية، بفهم آية يعني يفهمون على غير وجهه. يعني اسمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال. نعم، ما معنى أوطاس؟ كان رجل قتل منا بأوطاس. هذه منطقة مولانا؟ يعني أوطاس هذه منطقة؟ اسم أيوة المكان؟ أيوة نعم. رجل قتل فيها. أي نعم. فأبو عامر الأشعري الرسول بيقول له: يا أبا عامر، ألا غيرت؟ ألا غيرت؟ يعني ليه ما غيرتش؟ ليه ما نهتش عن قتل هذا الرجل؟ اسمع أبو عامر، هيشتغل معلم في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام، هيشتغل واعز. فقال له يا رسول الله تلوت هذه الآية: يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إثر الذم. شوف التلميذ لما يظهر يعني أنه متعالم على 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 أستاذه وعلى شيخه. فأبو عامر بيقول يا رسول الله أنا ما غيرتش على قتل هذا الرجل، لأن الله تعالى يقول: يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم. فغضب رسول الله وقال: أين ذهبتم؟ أين ذهبتم بهذه الآية؟ إنما هي، اسمع الرسول ماذا قال وحديث صحيح: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار.
والحديث صحيح لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم، اللي يضل من الكفار خلاص، لكن مسلم أخوك يضل يجب أن تهتدي تأخذ بيده. ولذلك أبو الدرداء الصحابي الجليل يعني وجد جماعة من الشباب ماشيين واحد فيهم عمل ذنب فظلوا يسبونه ويشتمونه، فقال ما بكم؟ قالوا أذنب. قال أرأيتم لو وقع في حفرة أكنتم تاركين؟ قالوا لا نأخذ بيده. قال فكذلك إذا وقع في ذنب فخذوا بيده. وهكذا أحبتي في الله سبحانه وتعالى، يبقى نفهم الآية يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من الفار، لكن مسلم جنبك يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقع في منكر يجب أن تغير بما استطاع بيدك إن استطعت، وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك، وذلك ضعف الإيمان. نعم إن شاء الله.